خلينا نكمل على الجزء الثاني للريكوردينج لهاي المحاضرة، شوي طويلة بس خلينا نمشي مع بعض. آخر شيء حكينا إنه التروفوزويت طبعا ممكن يعمل طبعا يقتل النيوتروفيل مع المايكروفاج. طبعا الأهم خطورة للإنتيميوم هيستولوجيكا زي ما انتم شايفين هون إنه في تحت الميكروسكوب، انه الانتاميبا هيستوليتيكا بتاكل الار بي سيز الغذاء المفضل لها، عشان هيك اصلا هي كل الباثوجينست بتاعتها بتعتمد على هاي الحكي، عشان هيك بتعمل انفيجن للتيشو بتاكل الار بي سيز. هذا زي ما انتم شايفين هون، هذا عندي تروفوزويت وذاوت، هذا هون التو تروفوزويت والار بي سيز داخل هون، وهدول من اهم النقاط اللي مهمه عشان نعمل دايجنوستس لها، لانه راح نشوف كمان انه في انا عندي انتاميبا ديسبار، انتاميبا هارتماني، عندي انتاميبا كولاي، هدول كل الموجودات في الامعاء، وبدنا نميز جدا انه هدول نت باثوجينيك، عشان هيك مش ضروري نعطيهم علاج. بالنسبه للباثولوجي في عندنا تنتين، في عندنا الاميبيك ديزنتري والاميبياسز. الاميبيك ديزنتري لازم اول شغله انه في عندي رابتشر ودايجستشن للانتستينال سيلز والميوكوزا، اذابه الميوكوزا او الماسكولاريس، وطبعا بمجرد انه اذاب الماسكولاريس بيروح لترلي البارازايت وممكن يخترق ويفوت على السيركوليشن اجمالا. الا طبعا راح نشوف الالسر في الامعاء، والالسر هنا النورمال فلورا اللي موجوده عندنا راح تساعد في تشكيل الالسر، بالاضافه انها راح تشكل عندي سكندري بكتيريال انفكشن. هذا هيلثي انتستاين زي ما انتم شايفين هنا، وهنا شايفين الالسر، وراح نشوف كيف اجمالا في الانتيميبا سورتيكا الالسر لها شيب معين اكثر من هيك، كمان لما بتكمل تعمل شيء اسمه فلاسك شيب وراح نشوفه. بمجرد ما دخلت على السب ميوكوزا وراحت للسيركوليشن، الاميبا ممكن تصل الاورجنز عن طريق السيركوليشن، اول اورجن ممكن تصله اللي هو الليفر، وبالليفر كمان عندي ابسيسس، وهي الحالات مجرد ما دخلت الاميبا على السيركوليشن بنسميها اميبيسس. بتاخذوا بعين الاعتبار كثير شغله مهمه، انه في لما تدخل الاميبا على السيركوليشن وتدخلت على التيشو داخليا you will never ever see the cyst there. ليش؟ لانه اجمالا انسستيشن الاميبا بتعيش في السيكم، طلعت لبرا بتبلش تعمل سيست عشان تعمل تطلع لبرا، لانه ما عندهاش امكانيه تعيش بره الجسم بره الهوست. فطب في الليفر شو الكونديشن الهارش كونديشن اللي يخليها تعمل انسستيشن؟ فاجمالا ما بنلاقيها بالمره داخل الليفر. طبعا بعد الليفر بتروح على الرئتين، طبعا ممكن تصل البرين والكدني والسكن حتى الهارت، برين كدني لانج، هدول هارت ممكن طبعا يؤدوا لي للوفاه. السيمبتومز اجمالا للاميبا اهم شغله تعرفوها انه اذا كان عندي بري اكسبوجر، يعني واحد معرض للاميبا سابقا، بيكون شوي اخف انه السيمبتومز عليه، ممكن يكون واصل عندي كرونيك انفكشن، كميه البكتيريا البارازايت كثير قليله، بيكون اجمالا عندي اسيمبتوماتيك. طبعا اذا كان لسه فريكوينت اكسبوجر طبعا بيكون عنده السيمبتومز شوي صغيره سبير. طبعا النيوتريشنال ستاتس في كل البارازايت اجمالا، لانه البارازايت عماله بوكل معي، اذا انا اوريدي ما عنديش عندي نقص غذائي، عشان هيك اجمالا راح يكون عندي كمان السيمبتومز في خاصه في الديزنتري، في الديزنتري ممكن تكون عندي سيفير. بالنسبه للديزنتري اجمالا ممكن الاعراض بشكل عام ممكن ماينر كرامبنج، دياريا، بس ممكن تروح لسيفير كرامبنج حسب الحاله عند الشخص، ممكن توصل ل 15 ل 20 بلاد ستور بير دي. وخذوا بعين الاعتبار في البارازايت اجمالا بنيجي على في خاصه في امريكا لما بيعملوا دراسات بيصير يقول لك اسود وابيض، يعني مين الاسود؟ هون الاميبا ما لهاش خص في الريس. الاميبياسس طبعا بيعتمد الاورجن اللي عمله انفيجن، اذا كان الابدومينال كافيتي طبعا ممكن تعمل بيرتونايتس، ابدومينال بين كرامينج يعني ممكن اصل انيميا،
انا بتاكل ار بي سيز. نفس الشيء بالنسبه للليفر، زي بصير اميبيك هيباتايتس، لانج برين هارت طبعا ممكن توصل زي ما حكينا للوفاه. هنا بنقدر نشوف هذا عندي اميبيك هيباتايتس وعندي ابسس. طب لاحظوا الاليفيشن لللانج، هنا اللانج فبيرتفع لبرا لان عندي تضخم في الابسس واصله لعند الرئتين. هاي الابسس جوية الليفر. هذول اجمالا زي ما انتم شايفين في الكولونوسكوبي في الاميبيك الالسر، وهذه الالسر اجمالا لما باخذ البايوبسي بشوف الفلاسك الشيب الالسر، وهذا مميز جدا للاميبا. وراح نشوفه طبعا نفس الشيء في البلانتيديوم كولاي في فلاسك شيب، بس بتكون شوي صغيره اكبر من انه الدياجنوسز اجمالا ان اشوف تروفوزويت او سيست في السامبل. اهم شغله تميزوها عن الانتميبا كولاي في قضيه الانتميبا هيستوريتيكا بيكون داخل السيست 4 نيوكلياي، في الانتميبا كولاي بيكون 8 نيوكلياي. طبعا لما بقول 4 ديروا بالكم 4 يعني من 1 ل 4، لانه اذا بتتذكروا في المحاضره السابقه قلنا انه السيست تستخدمها لايش؟ لانها تعمل انسستيشن تحمي حالها من الهارتش كونديشن، ونفس الشيء بتتكاثر جوا. فقلنا بتبلش من 1 نيوكلياي بتنقسم بتصير 4، ولما بدها تعمل اكزستيشن تخرج من السيست كتروفوزويد بتطلع 4 اميبا، فبتتكاثر داخل السيست. الانتميبا كولاي الواحده بتصير 8، يعني فهي من 1 ل 8، بشوف من 1 لتمانية. بالنسبة للستيننج مرات بنستخدم الستيننج تكون فيرم، لأنه كتير مرات تحت الميكروسكوب مرات كتير بنخربش بين السيست للانتميبا هيستوليتيكا والنيوتروفيل بصل، وهذه خربشة كبيرة. حتى عندنا بفلسطين بنوصل مرات 50% من العينات اللي بكره بجيبوا لكم اياهن فنين المختبر، انتميبا هيستوليتيكا تحت الميكروسكوب هي عبارة عن مجرد بصل وايت بلاد سيل، فمش ضروري حتى عشان لانه مهم جدا ان اعالج ولا ما اعالجش. فاجمالا من احد الاشياء اللي ممكن نعمل كونفرميشن اللي هي الستيننج، واللي بيميز لي اجمالا بين النيوتروفيل والسيست اللي هو لوجل سوليوشن. لوجل سوليوشن هو عباره عن ايودين مع بوتاسيوم ايودين، وزي ما انتم شايفين هون بتصير تشوفوا هاي الصوره للسيست وهذه الصوره للتروفوزويت بتعطيني لون صفار. في عندنا الترايكروم ستين، طبعا الترايكروم ستين اللي هي هذه الترايكروم ستين هي الريفرنس ستيننج ريزلت، وعندها هيماتوكزاينين كمان ممكن تكون اشهر واحدة الترايكروم ستين. الاميونو دياجنوسيس ديفيكلت ان نشتغله، والإلايزا ممكن نعملها، ولكن اجمالا هذول كونفيرماتيف. ممكن اليوم نستخدم البي سي ار اللي نميز اي كولاي، انتميبا ديسبار، انتميبا هارتماني. على فكره الانتميبا ديسبار تيبيكال شبه للانتميبا هيستوريتيكا unless you can see RBCs inside the trophozoite، لانه الانتميبا ديسبار بتاكلش البلد. التريتمنت مترونيدازول 750 ملغ 3 ايام لخمس ايام، 3 مرات في اليوم لخمس ايام. ممكن ناخذ الدايجلوكسونايد الفوريت هذا 500 ملغ 3 ايام ل 10 3 مرات في اليوم ل 10 ايام. تريت بوث الاميبيك ديزنتري والاميبيا سيلز. هذول ممكن الترناتيف نروح للبارومايسين. هذول مهمات جدا. ليش؟ لانه المترونيدازول اجمالا عنده سايد افكت عالي اللي هو الفلاجيل. بتعرفوا انه الفلاجين بيستخدموا للانيروبيك بكتيريا. خذوا بعين الاعتبار انه هذا تحت الخمس سنوات للاطفال كارسينوجينيك، عشان هيك لازم ندير بالنا. وطبعا بيشور انه هاي انتميبا هيستوريتيكا، عشان هيك قلنا لازم نعمل كونفيرماتوري تيست. هذه بيبر سنه 2018، واليوم صارت العالم كلها تحكي اسوشيشن مترونيدازول وذ كانسر بوتنشال ريسك فاكتور له. وهنا طبعا بنشوف قديش عندنا مجموعة من عملوا دراسات في الانيمالز، وعملوا دراسات في على حتى الانسان. زي ما قلت مترونيدازول بين ريبورتد انديوس كانسر ان فرايتي اوف انيمالز موديل انكلودينج لانج كانسر، عندي مالجنانت ليمفوما وبريست كانسر هيباتوسيلر كارسينوما. فصار عندنا دراسات كثير نحكي. ريتروسبكتيف كورت ستاديز ريبورتد بوتنشال ريسك فاكتور للانج كانسر، سيرفيكال كانسر، بريست كانسر، عندي كولاجين كارسينوما،
كمان حتى نيوروبلاستوما. وهون بدنا ناخذ بعين الاعتبار، هل نعطي الولد مترونيدازول ولا ما نعطيهوش؟ طبعا ديروا بالكم في عندنا لازم يكون ابحاث جديده، ولكن كمان انه ما دام في عنده شك اني اتحاشى، عشان هيك لازم تكون فيرم انه هذا الطفل عنده اميبا ولا ما عندهش اميبا. هسه بنيجي على الفلاجيليت اللي هي الجارديا، الجارديا الامبليا. جارديا الامبليا في لها اسمين ثانيات اللي هي جارديا انتستيناليس وجارديا دودينالس. طبعا من اسمها انتستينالس دودينالس ليش سموها؟ لانها اجمالا هي بتعيش في السمول انتستاين، عشان هيك بتنشش في اللارج انتستاين. شوفها، فبما انها بالسمول انتستاين بمجرد ما طلعت نزلت على السيكا على اللارج انتستاين بتبلش تعمل انسستيشن، عشان هيك في الدياجنوسز اجمالا بنشوف اكثر شيء السيست، نادرا ما نشوف التروفوزويت. وزي ما انتم ملاحظين انها عندها 2 نيوكلياي في التروفوزويت والسيست عندها 4 نيوكلياي. الريزيرفوار طبعا بيفرز، كاوز، شيب، كات، دوغز، عندي كثير ممالز يكون. طبعا فيش عندي انترميديت هوست زي الاميبا. كوزموبوليتين في العالم كلياته. ترانسميشن انجستشن للكونتمينيتد ووتر، ووتر سبلاي اجمالا. سمول انتستاين زي ما حكينا دودنم جودنم اند ابر اليوم، عشان هيك بنشوف اسيست اكثر في الستول. اجمالا بتتغذى على الميوكس سكريشن الانتستينال سيلز، بتعملش لايسز، اذا ما بتعملش ديزنتري. ممكن نشوف ديزنتري فيها بعض الاحيان بس في سكندر مع بكتيريا انفكشن، ولكن اجمالا هي ما بتعمل ديزنتري، ما بتعملش بلاد ستول، هي ميزتها عن الاميبا. ادهيجن لللايننج للانتستاين. خذوا بعين الاعتبار في الجارديا، الجارديا انفكشن عاده بيكون عندي هيوج نمبر، ورح نيجي نحكي عليه كمان شوي صغير. فشو الكميات الهائله اللي رح تشوفوها في الامعاء زي ما انتم شايفين هون كميه كبيره. شو بتعمل؟ بتقعد توكل، هي بدها تروح تاخذ على الميوكس توكل. فهي وين؟ في السمول انتستان. وظيفه السمول انتستان شو هي؟ ابسوربشن. فهي بتقعد على السمول انتستان تاكل، فهي بتعمل اللايننج بلوكج. بتتذكروا بعض انواع البكتيريات اللي بتعمل عندها اجمالا دياريا في اللارج انتستان، انها هي بتعمل بلوكج خاصه الايكولاي، بتعمل بلوك الاجريجيتيف ايكولاي، فبتعمل عندنا بلوكج للري ابسوربشن للمي، عشان هيك الدياريا هي لانه انا عملت بلوكج للري ابسوربشن للمي. هون نفس الشيء بتعمل بلوكينج للابسوربشن للنيوتريانت، عشان هيك بصير عندي مشاكل في الشخص. طبعا ممكن في السمول انتستاين بتقعد في الجول بلادر، وهي الحاله كثير مهمه انه مرات تعمل عندي طبعا صفر جوندس. طبعا ممكن تعمل عندي الحصوه في المراره، وراح تشوفوها كثير، عشان هيك مرات بتاخذوا بعين الاعتبار انكم تعطوا للشخص العلاج من عشان عنده مشاكل في المراره، وراح تواجهوها انها تكون جارديا. طبعا دمج للابيثيريال سيل، طبعا زي ما حكينا من الابسوربشن، انزيم ديفيشنسز بصير عندي للاكتيز، انتوليرانس للاشخاص هذول اللي بيكونوا مصابين بسيفير انفكشن فيها. الميكانيزم لها زي ما حكينا انه مش ما عندهاش لا عنده توكسين ولا عندها بتوكل ار بي سيز ولا اخره. طبعا هي ميكانيكال اريتيشن بالاعداد الهائله جدا، والابستكشن ابسوربشن للشخص في النيوتريشن. السيمبتومز اجمالا بتتفاوت، ممكن اسيمتوماتيك، ممكن تكون acute short lasting diarrhea، ممكن تكون عندي chronic nutritional disorder، بتكون عندي كميات كبيرة للchronic الكيس. الإجمال acute symptoms 1 to 2 weeks in incubation، sudden explosive water diarrhea، عندي بتكون عندي كمية كبيرة البرازايت صار، bulky fruity greasy foul smelling stool، ديروا بالكم عليها، no blood or mucus، وهي ميزتها عن الانتميبا هستولوتيكا. طبعا upper gastrointestinal احنا بنحكي على السمول انتستاين، الشخص وين المشاكل عنده بالعادة بتروح لحالها، ولكن ممكن توصل عندي للكرونيك كيس. في السب اكوت كرونيك ريكيرنت دياريا ابيسود كرامب ان كومون. طبعا سلفريك بليتشنج انوكسيا نوزيا فريكوانت، طبعا هذول ليد ويت لوس لانه عندي عماله بياخذ كميه الاكل من الشخص. بالنسبه للدياجنوسز لازم اشوف السيست مع التروف او التروفوزويد،
والسيست طبعا بتكون عندي زي ما انت شايفين اجمالا، هي زي شكل حبه اللوز بتيجي مطوله كله مطول الشيء هذا. في سيفير انفكشن هاي عينه اتخذت ان 1 ستول سامبل، 1 ستول سامبل كان عندي 14 بليون بارازايت، 1 ستول سامبل 14 بليون بارازايت، عشان تشوف قديش هي انفكشوس وقديش ممكن تعمل عندي مشاكل خاصه في حاله شخص اندوكرونيك قديش ممكن ينشر المرض. طبعا اميون دياجنوسيس ممكن نعمل خاصه اذا كانت عندي في موجوده في المراره، لانه مرات كثير ولمست ستود. بي سي ار ممكن نشوفها. تريتمنت اللي هو المترونيدازول نيد تو تريت انتاير فاميلي، وهي مهمه هذه، ورح نيجي على دودي كمان رح نعالج العيله كلياتها. انا بحكي على ممكن يكون عندي 14 بليون في الستول، فالكونتامينيشن وارد جدا في الحمام في البيت، فعشان هيك اجمالا اذا عالجته لازم تعالج البيت كلياته، لانه اكيد البيت كلياته عنده اياها. في بعض الناس عندهم اميونيتي ما عندناش مشكله معها، عندها شيفتنج انتيجين عالي جدا، عشان هيك ممكن انا انصاب فيها عده مرات، واليوم في بعض الحالات ممكن يعملوا لها فاكسينيشن. ترايكومونس فاجيناليس هي كمان من الفلاجيليتس، وزي ما حكينا من المحاضرة السابقة انه الترايكومونس فاجيناليس هذه ما عندهاش سيست فورم بس تروفوزويت، وعشان هيك لازم تنتقل من شخص لشخص مباشرة. It is a sexual transmitted disease، تنتقل بالسكشوال انتركورس. كان سرفايف في التاول كلوذينج بس مع السوليوشن، ديروا بالكم يعني مش دراي. سرفايف فريزنج، وهذا عشان هيك ممكن تعيش في الارتفيشال انسيميشن. بتعرفوا في بعض الناس اللي بيحفظ الحيوانات المنويه ل بالماينس 80 على اساس الاي في اف او ليتر اون، ف اذا كانت موجوده عنده، لان عند الرجال بتروح في البروستاتا، فاجمالا ممكن تعيش في الانسيميشن في الارتفيشال انسيميشن في الفريزنج بوينت. وين موجود طبعا يوروجينيتال تراكت، في ميل فاجينا واليوريثرا، في الميل بروستيت سيمينال فيزل واليوريثرا. الباثولوجي فريكوينتلي اسيمبتوماتيك في العادة خاصة في الميل، وبتتغذى على البكتيريا، بتعمل شوية دمج، بتغير البي اتش في الفاجينا، وسم تايم كان كوز انفلاميشن في الفيميل. موست كومن سيمبتومز بتعمل عندي كوبيس وايت rarely green discharge في الفاجينا عند الفيميل، وطبعا ديروا بالكم العينة تاعت الفيميل راح تكون يورين بالعادة بنشوفها باليورين. ممكن تعمل itching في الفيميل كمان. الميل ممكن تعمل عندي discharge or irritation في الميل، ولكن اجمالا بالميل عادة بتكون asymptomatic. طبعا تروفوزويت is an smear diagnostic separated from yeast infection، بس ديروا بالكم عشان اميزه عن اليست، عشان اميزه عن ايش بيكون عندنا متحرك. عشان هيك اليورين سامبل لازم تكون فريش 1 اور، يعني اخذتوا يورين سامبل وحطيتوها على جنب بعد ساعتين فحصتوها مش راح تشوفوها. ليش؟ بنميزهاش، بس تحت قبل الواسع ما هي عندها فلاجيل موتايل، راح تشوفوها زي الفولينج ليف، زي الورقه اللي ساقطه من الشجره ترقص تحت الميكروسكوب. عشان هيك ديروا بالكم 1 اور اولد فريش سامبل ممنوع نشوفها بعد الساعه. طبعا زي ما حكينا ما عندناش سيست، وما بتقدرش تطلع للاكسترنال انفايرمنت، كنا ممكن تطلع مع التول ولا اخره، لكن تكون عندنا مع سوائل. فلاجيل لا، هون لازم اعالج البارتنرز لانه اكيد التنين مصابين. في عندنا الترايكومونس هومينيس، هومينيس هاي بتعيش في اللارج انتستاين، وهي مرات بتعمل عندي كونتامينيشن، وممكن تعمل عندي فورس مع التبي مع الترايكومونس فاجيناليس. وعندي تينكس هاي بتعمل عندي طبعا بتعيش في التوم وكومنسر، يعني بتعمليش مشاكل في التوم. البلانتيديوم كولاي، البلانتيديوم كولاي اجمالا الهوست لإلها اللي هو البيجز اجمالا مع الهيومن، مرات جيني بيجز راتس اذر ماملز موجوده في كل العالم، ولكن اجمالا في المناطق اللي بتربي الخنازير. في اليابان مثلا 100% من البيجز بروحوا على الذبح اجمالا بوزيتيف. في الخنازير بتعملش اشي لانها هي بتفضل تاخذ الدهنيات، فعشان هيك الامعاء عنده ملان دهنيات،
فبتعيش في الامعاء ما بتعملوش شيء. في الهيومن لا، الهيومن لانه مش راح تلاقي كل غذائه، فهي بتروح اجمالا بتعمل عندي بنتريشن، بتعمل عندي بلانتيدياسز. ترانسميشن طبعا الجسد للكونتامينيتد فود اور ووتر بتيجينا من الحيوانات، من وسخ الحيوانات، بتروح على السيكم ومع اللارج انتستاين في الهوست. بالعاده هي نون باثوجينيك. ممكن طبعا تعمل سكريشن للانزيم، تعمل الميوكوزا بتعمل دايجستشن زي هذا الاميبا، وبتعمل عندي البلانتيدياسز مشابه للاميبيك ديزنتري زي ما حكينا. طبعا ممكن بيرفوريت للكولون، واذا طبعا اذا دخلت لجوا حجمها كثير اكبر من الاميبا فالفيتاليتي عالي جدا فيها. بتروح للليفر، لانج، فاوند ان ليفر لانج اند يورجينيتال اورجان، بكتيريا انفكشن راح يصير عندي نفس الشيء زي الاميبا. التريتمنت لانها كثير علاجات ممكن تعالجها، وخذوا بعين الاعتبار هنا اللي هو الانتي بايوتيك تتراسايكلين ممكن يقتلها بكل سلاسه. دايجنوسيس سيستولتروفوزويد في الفيسز طبعا، او نميزها عن الانتي بايوتيك بس هي حجمها كثير كبير. هذه السيست تاعتها هنا زي ما شايفين هي سيليت، وزي ما حكينا البلانتيديوم كولاي ذا اونلي سيليت او الهدبيه الوحيده اللي بتصيب الهيومن. هنا بدنا نيجي نحكي على اميبات جداد بلشنا نحكي عليهم خاصه مع الاميونو كومبرومايز بيشنت. رح نحكي على فري ليفنج اميبا. هدول فري ليفنج اميبا هن بيعيشن برا، بيعيشوا في الماء، بيعيشوا خارج الجسم، اميبات عاديات، ولكن اكسيدنتالي ممكن يفوتوا على الانسان ويصيبونه. واهم تنتين اللي ممكن يصيبوا الانسان اللي هي نيجلير فوليري والاكانثا اميبا سبيشيز. طبعا النيجلير فوليري هذا شخص بينزل بسبح بالماء بالترعه بالماء، وهذا طبعا الماء لازم تكون درجه حرارتها دافيه عاليه. الشخص اللي بنزل عشان هيك اول شخص من الفريش ووتر ليك عشان نساله اذا كان يسبح ولا ما كانش يسبح، فمنها اللي بتجينا لنا نيجلير فوليري. بنسميها برين ايتينج اميبا، وهذه طبعا بتفوت بمجرد ما دخلت على يعني دخلت على الشخص وفاتت على البرين ما في علاج، بنحاول نعالجه ولكن اجمالا بتؤدي للوفاه، بتاكل الدماغ، بتعيش في الورم وفريش ووتر بالمناطق الدافيه، المناطق الميه الحراره، تروفوزويد سيست فور، وعندها ترانزيانت فلاجيليت ستيج. ترانزيانت عندها في جزئيه بين السيست والتروفوزويد، في عندنا مرحله بتكون عندها زي الفلاجيل بتسبح بسرعه اللي عشان هيك بتقدر تنتقل بسلاسه في الجسم. طبعا تعمل عندي برايمري اميبيك مننجيو انسفالايتس اللي هي البام، برايمري اميبيك مننجيو انسفالايتس مباشره تطلع على البرين، تطلع من الساينس البرين. الانكيوبيشن بيرد كتير شورت، طبعا ديث از اولموست سيرتن اند رابيد، تطلع على الدماغ تبلش تاكل البرين. طبعا انفيدنج للسنتر نيرفس سيستم، بنتريكن للاولفاكتوري ميكوزا، نيزل تيشو، من النوز، بتغطس بالمي، استنشق المي، دخلت على على الساينس على الميكوزا، وهنا بتتحول عندي للترانزينت فلاجيليتس وبتنتقل للبرين مباشره. طبعا الكلورينيشن في السويمنج بول اجمالا بتقتلها، بتساعد على القتل. طبعا كنا عندنا تروفوزويد فلاجيليتس، هيته التروفوزويد فلاجيليتس طبعا اجمالا كنا بخترق عندنا مال السويمنج. تروفوزويد ستيج هو الانفكشوس ستيج، طبعا بنتريشن للميوكس، طبعا كنا برايمري اميبيك مننجو انسفالايتس، فيفر، هيديك، ستيفنك اللي هي زي المننجايتس نفس الشيء، طبعا كونفيوجن لانه بلش يوكل البرين. دايجنوسيس اجمالا اكس راي وسي اس اف، طبعا سي تي كان بي اوردر رح تشوفوا هيماتوما داخل الاكانثا اميبا. الاكانثا اميبا اجمالا موجوده في النيتشر عاديه، فري ليفنج، سيست كومون، فيري ريزيستنت تو كلورينيشن، هيدي مهمة جدا.
opportunity cause infection in الهيومن بتعمل اجمالا خاصه في الاميونو كومبرومايز بيشنت العيلان تمنا. طبعا ان بتدخل لعنا مع الانفايرمنت سويمينج ممكن تجي لعنا، ممكن تجينا من الكونتاكت لينس لانه الشخص بالمي اللي موجوده في الكونتاكت لينس خاصه بضلوا يغير فيها هاي ممكن تجينا، واجمالا هي اغلب الاحيان تجينا من الكونتاكت لينس. طبعا ممكن تعمل عندي جرانيولوماتس اميبيك انسفالايتس، ممكن تعمل عندنا ديسيمينيتد جرانيولوماتس اميبيك ديزيز سكين بالمونري انفكشن، وطبعا في الكونتاكت لينز بتعمل عندي الاميبيك كيراتايتس، وطبعا بتجينا من الناس اللي بيلبسوا الكونتاكت لينز عاده الاشخاص اللي بيلبسوها. دايجنوسيس في الكيراتايتس اجمالا نعمل الكورنيال سكرابينج عشان تشوفوا البارازايت جويتها، والانسفالايتس طبعا بناخذ احنا دايجنوسيس باي برين بايوبسي بتشوفوا السيست والتروفوزويت داخل البرين، طبعا اجمالا بتكون هاي كمان نفس الشيء فيتال. البابيوسز البابسيوسز اجمالا نفس الشيء من الاشياء الجديده اللي صرنا نشوفها خاصه مع الاميونو كومبرومايز بيشنت والاشخاص هذول. البابيسيا سبيشيز اللي هي مايكروتي دونكاني دايفرجنز هذول اجمالا نفس العيله الكبيره، هذا بتيجينا عن طريق البلاك ليك تيك مش من مباشره ناخذهاش، طبعا ممكن ترانسفيوجن ترانسميتد يعني بابيسيوسز اما بتيجينا عن طريق التكس، او ممكن شخص مصاب بالبابيسيوسز اتبرع بوحده دم ممكن تيجينا من شخص لشخص. اذا طريقتين للانتقال اما عن طريق التك او عن طريق البلاد ترانسفيوجن. الاجمالا تشبه كثير اللايم ديزيز، الانكيوبيشن بيري اذا كانت جايه من التك من اسبوع لثلاث اسابيع، بلاد بون ممكن من اسبوع من اسابيع لاشهر بيعتمد حسب الدوز اللي اخذناه. اجمالا السيمبتومز رينج فروم اسيمبتوماتيك تو سيفير من فيفر ماليز سويت فاتيج جونديز، لان اجمالا بنحكي على سيركوليشن بلاد، هيموليتيك انيميا لانها بتصيب الار بي سيز وبتعمل لي تدمير زي الملاريا، ثرومبوسايتوبينيا وليفيشن للليفر فانكشن. طبعا ممكن توصل عندي life threatening complication severity naturally occur babesiosis splenectomized patient، لانه بقدرش في طبعا ديروا بالكم السبلين زي ما حكينا في الملاريا بيعمل تخلص من الخلايا المصابه، وهنا ممكن تنفد اذا كان عنده splenectomy. دايجنوسز المايكروسكوبي زي ما شايفين المروحة هاي لازم تشوفوها بالجمزة ورايت ستين بتشوفوها واضحة، ممكن مع البي سي ار والنيوكليك اسيد امبليفيكيشن سيرولوجي. التريتمنت 7 تو 10 دايز انتي بايوتيك تريتمنت ممكن احنا نعالجها، ولاحظوا انه كوالين والكليندامايسين ممكن كمان اورال اور اي في ديبندينج اون سيفيريتي ممكن نعالجها. نيجي اسا للهيموفلاجيلات، زي ما حكينا في عنا الفلاجيلات اللي هي الجارديا الامبليا بتعيش في الامعاء والترايكوبونز فاجينالس بتعيش في الفاجينا. بالهيموفلاجيلات اللي هي التريبانوسوما والليشمانيا هدول ما في عنا، مش رايحين نحكي على تروفوزويت وسيست، بنحكي على اشياء تانية، بنحكي على ستيجز مختلفة، بنحكي على اي ماستيجوت، بنحكي على برو ماستيجوت، اي بي ماستيجوت، ترايبو ماستيجوت. وهدول لازم تميزوا بينهم لانه الاي ماستيجوت والترايبو ماستيجوت، اي ماستيجوت والترايبو ماستيجوت بيكونوا بالديفينيتيف هوست، الاي بي ماستيجوت والبرو ماستيجوت بيكونوا في الانترميديت هوست. اذا اي ماستيجوت والترايبوماستيجوت بيكونوا بالديفينيتيف هوست، البروماستيجوت والابيماستيجوت بيكونوا بالانترميديت هوست. مش رايحين نشوفهم بالديفينيتيف هوست، واحنا اجمالا الهيومن ديفينيتيف هوست لكلياتهم. من وين اجت الفكره؟ في عندنا البارازايت في شيء اسمه عنده كاينيتوبلاست، هذا كاينيتوبلاست شايفينه الكاينيتوبلاست، في عندنا البيزل بادي، هاي البيزل بادي اللي جوا الصغير عندي
كاينيتوبلاست. الكاينيتوبلاست هي عبارة عن ميتوكوندريا، زي الميتوكوندريا فيها دي ان اي لها خصوصي فيها، واذا ملاحظين انها رابطه مع مين؟ مع البيزل بودي. لسه بنحكي ليش البيزل بودي. بمجرد انه انا كان عندي بس كاينيتوبلاست وبيزل بودي وشكلها مدور، وهي اجمالا بتكون انتراسيلولار، هذه اجمالا اي ماستيجوت. اي ماستيجوت يعني ماستيجوت هو عباره بنسميه اندولانت ميمبرين، اندولاتنج ميمبرين، اللي هو مع الفلاجيل اللي هو السباحه. ما عندهاش اي، معناها ما عندهاش برو. بعدهم بالبدايات ما طلعش عندي الاندولانت ميمبرين، طلع لازم البيزل بادي اعطاني الفلاجيل برو. ايبي بلش يطلع عندي الاندولانت ومع الفلاجيل، بس بعدهن ورا خلف النيوكليس تمرك لقدام، وبصير عندي الاندولانت ميمبرين على طول الكائن الحي بنسميه ترايبو ماستيجوت. اذا كلمه ماستيجوت هي بنحكي عن الاندولانت ميمبرين. اي ماستيجوت ما عندوش الاندولانت ميمبرين بالمره، برو ماستيجوت بلش يطلع الفلاجيل مش طالع الاندولانت بالمره، الايبي ماستيجوت طلع الاندولانت مع الفلاجيل بكميه صغيره من النيوكليوس ورا، بالنسبه للترايبو ماستيجوت طلعت عند الاندولانت ميمبرين على طول الكائن الحي. نبلش. تريبانوسوما بروسي. تريبانوسوما بروسي في تنتين تريبانوسوما بروسي وكروزي. بروسي بين عندي فصيلتين، تريبانوسوما بروسي جامبيانز، تريبانوسوما بروسي روديسيانز. بنصنفهم طبعا على حسب الدولة اللي فيها البارازايت، جامبيا وروديسيا. هسه بنشوف كيف بتوزعوا. الباثولوجي تاعتهم مختلفات طبعا حسب الاصابات. بالنسبه للمورفولوجي تاعتهم ايدنتيكال، بتقدروا تميزوا بينهم يعني اجمالا بالدياجنوسيس تحت الميكروسكوب ما بتميزوا بينهم، بنعمل بي سي ار، ولكن راح نشوف شوي صغيره في تفصيل بين الجامبيز والروديسيانز. ديفينيتيف هوست هيومن طبعا معروفه زي ما حكينا، تيجينا طبعا عن طريق الانترميديت هوست اللي هو تي تي فلاي اللي هي الجلوشينا. ديروا بالكم على الاسمين جلوشينا وتي تي فلاي اللي هو الانترميديت هوست. هياها الترانسميشن طبعا عن طريق البايت. هاي التريبانوسوما بروسي من العيلة سالي فاريا. ليش؟ لأنه البروسي بتاخذها الدبانة بتروح على الأمعاء عندها بتنتقل للسلايفا، لما بتيجي بتحكي لنا السلايفا وين بتفوت عنا؟ بتفوت داخل السيركوليشن بتحكي لنا إياها، عشان هيك بنسميها ساليفاريا. لانه لما نيجي على كروزي رح نحكي شيء ثاني. ديستريبيوشن جامبيانز روديسيانز زي ما انتم شايفين الخارطه، عشان هيك سميناها تبعا للدول اللي بتصيبها جامبيا روديسيا. الباثولوجي بوث كوز افريكان سليبنج سيكنس، الجامبيانز كرونيك لونج تيرم، روديسيانز كوز كيوت فورم. بس بنعرف شو يعني كيوت كرونيك، هاي بتعمل عندي sleeping sickness، هاي اجمالا acute والفيتاليتي عالية جدا. طبعا small sore at the bite بيعمل invasion divide rapidly spread do not invade cell، بتعيش في circulation في space بين circulation لإلها. بصير عندي swelling lymph node في المناطق خاصة في الرقبه في النك، عشان هيك بنسميها وينتر بوتوم ساين. اول شغله بنشوفها هي وينتر بوتوم ساين بالبدايات، ف من احد الساينز للتريبانوسومياسيس. الجامبيانز بتروح لوين؟ للسنترال نيرفس سيستم. نرجع للسلايد اللي قبلها، قلنا جامبيانز كرونيك لونج تيرم، روديسيانز اكيوت. إذا وين بتروحون؟ للسنترال نيرفس سيستم. تعمل عندي sleeping associated with African sleeping sickness، ال mental dullness طبعا disturbance coordination لإله، عشان هيك إجمالا هو ال sleeping sickness هو مش لأنه يعني مش نوم، يعني هو disturbance للبرين بصير يشعر حاله إنه دوخة مع نومه ولا آخره. بآخر بصير عنده طبعا tremors of the body part, seizures and increase في ال sleeping، finally coma
and death. والموت هنا مش لأنه موت، طبعا اللي بصير عندي طبعا ممكن يكون الموت لأنه مالي نيوتريشن، واحد نايم طبعا كوما، وبأفريقيا ما فيش نقدر نعمله اي في فيدينج، فكان يجي عليهم يلقوهم 200 لأنه دخل في كوما وتوفى. إذا إجمالا هو بيعمل عندي chronic infection الجامبيانز، وبتروح على central nervous system. الروديسيانز نادرا ما تروح على central nervous system، ولكن بتسبب الموت أسرع لأنها بتروح على الهارت، تضرب الهارت، تعمل invasion الهارت شو، عشان هيك هي بتروحش على البرين مباشرة، بتروح على الهارت، عشان هيك بنسميها acute والفاتيليتي لها عالي. فإذا جامبيانز بتروح على central nervous system بتعمل الكرونيك، وروديسيانز بتروح على الهارت شو بتعمل عندي acute واللي هي الفاتيليتي عالية جدا عالية. طبعا بتعمل عندي انتيجين شفت عالي جدا، اليوم بيحاولوا يعملوا لهم فاكسينيشن مش بس للهيومن، لانه بيعملوا لهم كمان تعمل عندي في الكتل في الابقار مشكله، ولكن رح تتاثر لانها بتعمل شفلينج بتعمل شيفتنج للانتيجين تاعتها، رح تتاثر مش قادرين يعملوا لها فاكسينيشن. طبعا اجمالا عندي الباثولوجي maybe due to the heightened immune response killing uninfected body cells، بصير عندي لأن هي إجمالا بصير عندي ميمكري مع الهيومن، ممكن تعمل لي الإيميون سيستم يعمل لي دامج لإلي. دياجنوزز طبعا راح تشوف الترايبوماستيجوت في البلاد سمير، ممكن سيربروسباينال فلويد أحسب الحالي وين وصلتها، هاي شايفين الترايبوماستيجوت، أيوه الترايبوماستيجوت، هدول الـ RBCs. التريتمنت أريزينيك بيز دراج، وطبعا في تراديشنال تريتمنت، ولكن الارزينيك بس دراج ديروا بالكم بعمل دمج للايز طبعا، وبنعطى انترافينس، و يعني اجمالا لازم نعالجه، ولكن السايد افكت عالي جدا لها. وفي اذر طبعا بعض العلاجات اللي هي ريلي اكسبنسيف ولها. اللايف سايكل للترايبوماستيجوز زي ما حكينا على سالايفيريا، هدول اجمالا عندنا هنا في الـ intermediate host وهنا في الـ definitive host. طبعا هي اجمالا عندي انا عندي trypomastigot في الـ هاي definitive host، هاي اجمالا في الـ intermediate host. trypomastigot اخذتها التسيتسي فلاي باينري فيجن، راحت على الفورغات تشينج ايبيماستيجوت، كنا الايبيماستيجوت بتكون في موجوده في الانترميديت هوست، تشينج باك تو ترايبوماستيجوت، دخلت على الهيومن باينري فيجن، ممكن تروح على السنترال نيرفس سيستم، او بتكون كمان بتروح بالسيركوليشن، كمان مره اجت اخذتها البعوضه وهلم جرى. دير بالنا انه في الدق طلعت من الجسم ترايبوماستيجوت ورجع على الجسم ترايبوماستيجوت، داخل البعوضة ذبابة التي تي كانت إيبيماستيجوت، لأن كنا الإيبيماستيجوت والبروماستيجوت في الانترميديت هوست، إيماستيجوت والترايبوماستيجوت موجودات في الديفينيتيف هوست. نيجي للتريبانوسوما كروزي. التريبانوسوما كروزي بتعيش في أمريكا الجنوبية، هذه بنسميها ستيرو كوريريا، هذيك سالفيريا. ستيرو كوريريا انه البارازايت بيخترقش، بيروحش على السلايفا عند الريديفيد باج اللي هو الانترميديت هوست، بضله في الامعاء. فشو اللي بيصير؟ بيصير انه الريديفيد باج بيجي بيقرص الشخص وهو عنده البارازايت، وهو ياكل بيعمل ديفيكيشن، بيخرج الفيسز تاعته، بتطلع بالفيسز تاعته وبتسبح على الجلد وبتروح تدخل في منطقة السكينج. فهو مش هو اللي بيحقنها. هسا الشخص تعرفه إذا واحد قرصه بعوضة أو قرصته ريدي باج بشيلها وبحك. فخلال الحكة إحنا شو عملنا؟ سبريدينج لمين؟ للبارازايت، وهيك إحنا دخلنا. طبعاً الانترميديت هو زي ما إحنا حكينا ريدي باج كيسينج باج. Transmission طبعا definitive host wraps trypomastigot into bite wound زي ما حكينا، عشان هيك ستيروكيريا اديك لك سلابيريا. الديستريبيوشن طبعا سنترال ساوث امريكا زي ما انتم شايفين بالخارطه هنا، وهذا هو الريدي باك. ديروا بالكم مش صرصور ابو علي مختلف، لانه فينا صرصور عندنا تشبه.
الباثولوجي طبعا سويلنج السايت اوف انفكشن البايت، طبعا عند 50% عند العين، سويلنج للتيشو اراوند ذا اي، بتعمل عندي شيء اسمه رومانا ساين، هذيك بتعمل عندي بالنوم لينفول بونتر بوتوم ساين. طبعا انفيت سيل تيرنينج اماستيجوت ريبروديوسينج ثين بريكينج اوت اوف ذا سيل. اماستيجوت كنا انترا سيلولار، عشان هيك في الكروزي اجمالا بالسيركوليشن مرات كثير بنشوفهاش، عشان هيك صعب نعملها دايجنوسز، لانها بتكون بتكونش ترايبو ماستيجوت في عندنا في ال بتكون بس بكميات قليله، بس بتكون اي ماستيجوت انترا سيلولار في التشو. تمام، عندنا مرض اسمه تشاغاز ديزيز، الترايبو ماستيجوت انفيد سيل فورمينج اي ماستيجوت، طبعا بريك اوت انفيدنج نيو سيل، وهذا هو التشاغاز ديزيز والدمج اللي ممكن تعمل عندي. الأكوت فورم كومون تشيلدرن اندر 5، امستيجوت فورم هارت ماسل تيشو وديث، لانه بتروح عندي على الهارت بتعمل امستيجوت في الهارت. طبعا في الكرونيك تشاغاز ديزيز طبعا هنا بأثر على الجندر الايج الجينيتيك للشخص والريس، ممكن تكون عندي اسيمتوماتيك ما بنعرفش كيف طبعا، ولكن دمج اوتو اميون ريسبونس في تشابهيه لنا. 70% اوف هارت فيلر في المنطقه اللي موجود فيها هو سببها البارازايت، ديستروينج ماسل اند نيرف اوف دايجستيف تراك. وهنا بصير عندي مهم شغلتين اللي هو ميجا كولون، وهي من الاشياء طبعا فيتاليتي طلع الكولون عندنا، هي طبعا اوتوبسي. ممكن تعمل عندنا ميجا اسوفيجاس، لاحظوا الاسوفيجاس كيف عامل لي انلارجمنت. طبعا ديروا بالكم على هذول التنتين دايجنوسز اللي اشوف ترايبو ماستيجوت ان بلاد، وهذا هون طبعا لاحظوا انه العدد قليل مقارنه في التريبلاسوما كروزي. طبعا ممكن اميونو دايجنوسز نشوفها، ولكن زي ما حكينا انه انا ممكن اي ويل مس ان بلاد، فشو ممكن نعمل في هذيك المناطق؟ بيعمل شيء اسمه اكزينو دايجنوسيس. الاكزينو دايجنوسيس شايفين هون الاكزينو دايجنوسيس، بجيبوا هاي العلبه انا في المختبر عندي، بجيب الروديفي باج اللي هن الخنافس، والروديفي باج هذول بيكونوا فيش فيهم بارازايت، وبجيب الشخص عندي وبحط الروديفي باج جوا هون وبسكر عليه. تمام، بحط انا مجموعه روديفي باج بسكر عليهم. شو اخذوا الروديفي باج؟ اخذوا عينه دم من مين؟ من البيشنت اللي عندي، وبحطهم في المختبر. هذول الروديفي باج كل بعد احنا حكينا الروديفي باج بتعيش البارازايت وين؟ في الامعاء عنده. على 10 ايام باخذ الروديفي باج وبطلع الامعاء تاعته. اذا الشخص اللي انا مصاب فانا راح اشوف الايبي ماستيجوت في الروديفي باج، لانه اخذ جرعه وتكاثر جويته. باخذ على 10 ايام ل 30 يوم، يعني خلال 30 يوم بكون انا متاكد انه الشخص هذا مصاب ولا مش مصاب. طبعا العلاج صعب جدا في التشاغاز ديزيز، صعب للكيموثيرابي لانه اجمالا هي انترا سيلولار ايماستيجوت جويت هذا، فاجمالا مرات كثير ان العلاجات مكلفه وصعبه جدا لها. اللايف سايكل تشبه كثير نفس الشيء بالنسبه للبروسي، زي ما شايفين الايبي ماستيجوت هذول كلياتهم في الانترميديت هوست في الروديفي باج، بس لاحظوا انها بتروحش على السلايفا، بتروح على بس في الابدومين بتطلع للانسان. وهنا ميزتها كمان عن البروسي انه عندها اي ماستيجوت، فهي انتراسيلولار مش فش السيركوليشن لحالها. ليشمانيا اخر جزئيه في البروتوزوا، بنحكي عن ليشمانيا، عيله كبيره ضخمه. نحفظهم كلهم؟ لا مش رح نحفظهم كلهم، لانه رح نركز على الاشياء اللي موجوده عندنا وهذا بس، لكن بدنا نعرف انه انا في عندنا كوتينيوس ميوكو كوتينيوس بزر الليشمانيسس، في عندنا ثلاث انواع من الليشمانيسس عندنا في فلسطين، الكوتينيوس ليشمانيسس والبزر الليشمانيسس، لانه ميوكو كوتينيوس ليشمانيسس زي ما من اسم البرازيليانسس اجمالا في امريكا الجنوبيه ما عندناش عندنا منها. الكوتينيوس في عندنا ليشمانيا تروبيكا وميجر موجودة عندنا في فلسطين، وبالنسبة للبزر الليشمانياسيس اجمالا الانفانتيوم اللي بتسببها. نيجي للليشمانيا تروبيكا، بنحكي على كوتينيوس ليشمانياسيس. الديفينيتيف هوست اللي هو الهيومن، والريزرفوار ماني مامالز.
اجمالا الريزرفوار هو الراتوس راتوس اللي هو الجرادين الفيران. بعض الابحاث الجانب الاسرائيلي بيحكوا عنه انه ممكن يكون عندنا هذا الحيوان اللي هو موجود عندنا بالبلد اللي هو الوبر الصخري اللي هو الروك هايركس، ولكن بالنسبه لي هذا الاوت اوف، لانه هذا الحيوان اجمالا ما بيقدرش يثبت درجه حرارته. عشان هيك اذا بدكم تشوفوه عاده في البلد عندنا بنشوفه الصبح بدري على الصخور ياخذ اشعه الشمس عشان يرفع درجه حرارته زي الزواحف. والحشرات احنا بنعرف بتقدر تشوف الهوست عن طريق درجه الحراره، بما انه هو بيقدرش يرفع درجه حرارته فهي صعب تشوفه بالعاده انها تاخذ منه. هو ممكن ينصاب زينا، ولكن انه هل هو ريزرفوار اوت اوف ذا ستوري، في عنا بحث اشتغلنا عليه ممكن يكون سبايني ماوس فار من الفيران اللي بيعيش جنبه هو الريزرفوار ولكن مش الروك هايركس. طبعا الانترميديت هوست اللي هي فيلوبيتوماس اللي هي الساندي فلاي، هاي الساندي فلاي زي ما انتم شايفينها كثير صغيره هيري، وطبعا بتعرفوا انه هاي فيميل مش ميل، لانه الفيميل الوحيده اللي بتاخذ البلاد عن طريق البايتس، طبعا ترانسميشن ترايبوماستيجوت انجكت، طبعا البايت للفلاي ديستريبيوشن ويست سنترال افريكا ميدل ايست ومجموعه كبيره من البلاد اللي راح نحكي عليها. الباثولوجي طبعا الالسر بسميها الكوتينوس ليشمانياسيس، وطبعا لها عده اسماء اورينتال سور، جيريكو بويل، الابو بويل، دلهي بويل، بغداد بويل، حبه ريحه، حبه دلهي، حبه حلب، حسب البلد اللي طلعت منها. الترايبو ماستيجوت بيعمل انفيجن للمناطق المحيطه. طبعا احنا بالدياجنوسز عندنا بنشوف الاي ماستيجوت انتراسيلولار الخاصه داخل الماكروفاج تتكاثر داخل الماكروفاج. طبعا تن انتو ترايبو ماستيجيت بريك اذر سيل بريك اذر سيل، فبصير عندي انا سولينج. هسه خذوا بعين الاعتبار هذه الالسرز اجمالا بالدياجنوسز انا باخذ من العينات الايدجنج مش من النص في الالسر، واذا كان عندي فلويد انا بعمل اسبيريشن للفلويد عشان اشوف الاي ماستيجوت داخل الماكروفاج. دراي سور مي بيرزست فور سيفرال مانث بيفور هيلينج، طبعا بعدين الشخص معنا بطيب عادي ما عندناش مشكله فيها، بس هي المشكله انه في منطقه الوجه بتشوه المناطق بالوجه. طبعا في ناس بتعمل فاكسينيشن لاولادهم عن طريق انه يخلوا البعوض تعض اجريهم في المناطق السفليه على اساس انه اذا صار عندي الالسر ما يطلعش بالوجه، يعني يكون بالجسم ما يختفي، لانه بتعرف اذا بنت او هذا بشوه الوجه بالالسر. المالتيبل ألسر ممكن تعمل عندي بالاميونو سبريس بيشنت، وبنميزهاش عن الليبروسي في بعض المناطق تعمل عندي مشاكل كتير كبيره في الجسم، لانه ممكن تكون عندي مالتي اريا في العلها. زي ما حكينا بتطبش بسهوله، حكينا يعني tuberculosis والليبروسي اجمالا مستيكن معاها في المناطق اللي فيها سيفير انفكشن لها. ريلي كان كوز انفكشن بالفيزرا عندي، طبعا في زي لما دخلوا الامريكان على العراق اصيبوا بكميات كبيره، كان في عندنا مجموعه من اللي انصابوا فيها لانا اول مره بتعرضوا لها. الدياجنوسز بناخذ سكرابينج زي ما حكينا انه ما بتاخذوا من الوسط الصور، بتاخذه من الايدج لها بشفره، لان انا بدي اخذ تيشو عشان اشوف الايماستيجوت داخل الماكروفاج. زي ما انتم شايفين هنا هي عندي ماكروفاج وهذا الايماستيجوت، شايفين النقطه الصغيره الكبيره النيوكليوس والنقطه الصغيره اللي هي الكاينيتوبلاست. التريتمنت نون بيكوز اميون سيستم يوجوالي شت داون، بالعاده اليوم نعطي بعض العلاجات ولكن ما فيش مشكله معها. هذه اجمالا للكوتينيوس ليشمانياسيس في 2018 وورلد وايد في العالم كلياته. لاحظوا في الديستريبيوشن في العالم حسب السيفيريتي، لاحظوا هنا عندنا مناطق الجيريا عالية جدا، السعودية فيها احنا عندنا شوية مش بالمصر، ليبيا بكميات عالية جدا. ليشمانيا انفانتيوم نحكي احنا هنا على
الفيزرال ليشمانياسيس. الفيزرال ليشمانياسيس اجمالا الريزرفوار الكلب، يعني اذا واحد اجاكم عنده فيزرال ليشمانياسيس دوروا على الكلب اللي حوالي الدار. نفس الشيء ساندي فلاي البايت لإلها لإلها. هنا الخارطه لفلسطين عندك قلت لكم الليشمانيا تروبيكا ميجر انفانتيوم، انفانتيوم الفيزرال ليشمانياسيس لاحظوا انها في الميدل لإلنا في الوسط. أريحة عندها التروبيكا وعندها ميجر، ما عندهم مش فيزرا ليشمانياسيس. الفيزرا ليشمانياسيس إجمالا في هاي المنطقة، ليشمانيا ميجر إجمالا موجودة في مناطق الصحراوية في الأسفل. نرجع للفيزرا ليشمانياسيس، حكينا بتعمل عندي فيزرا ليشمانياسيس بنسميها كالازار دمدم. لاحظوا الهيباتوسبلينوميجالي engulfed by macrophage، بتقدرش تقتلها نيتروفيل ايزونوفيل والكيلد امستيجيت، ولكن الميكروفيج ما بتقدر. بتعمل عندي مالتيبليكيشن انفيدنج اذر ميكروفيج، وهذا الحكي طبعا بصير عندي اجمالا اذا كان في الفيسرال داخل الجسم. طبعا الميكروفيج سبلين ليفر ليمف نود، بصير عندي سبلينوميجالي، وطبعا ممكن تكون عندي لا الديث ات ذا اند. طبعا ما بصير عندي انتاج عالي للمايكروفيج، ممكن يعمل عندي انيميا للشخص. ايرلي سيمبتومز انكلود ماليز فوميتنج لو جريد فيفر كرونيك ويست انيميا ويستنج ايل، طبعا انلارجمنت اوف ابدومين للسبلين الليفر سبلينوميجالي هيباتوميجالي. يوجوالي ديث تصل بعد 12 سنة إذا ما تعالج الشخص منها. طيب بعض الناس بطيبوا منها عادي لأنه بتكون عندي الدوز عالي واطي جدا، ممكن بيعتمد على حسب الغذاء تاعه. وطبعا لو نحكي على أفريقيا يا جماعة بتكون الفيتيلتي عالي جدا. طبعا ممكن يكون عندي أشخاص اللي تعالجوا وطابوا في شيء اسمه بوست كالازار ديرمر ليشمانويد اللي هو الفيس بامبس، هدول اجمالا بيكون اميون رياكشن للدبرس للبارازايت اللي انقتل. اذا احنا عندي انا البارازايت موجود، اخذت العلاج، قتلت كميه كبيره منه انسايد ذا بودي، الديسكارت هدول الاشياء اللي ماتت منه، صار عندي immune reaction معها، فبنسميها اللي هي البوست كالازار ديرمال ليشمانويد. طبعا لازم نعطيه كمان مره العلاجات عشان تكلير اب لاي حاجه. دايجنوستس بشوف الايماستيجوت في الليفر تيشو، هاي راح تشوفوها كيف بنشوفها، بناخذ من الليفر تيشو خاصه في الكلاب اذا كان عندي كلاب. طبعا في الهيومن نفس الشيء، هذا شايفين الان نفس الشيء الايماستيجوت داخل الماكروفاج. ممكن الايزا بي سي ار اليوم نعملها. Need to eliminate the possibility of typhoid, paratyphoid, malaria, syphilis, tuberculosis, dysentery. طبعا هدول دير بالكم لانه بتكون متشابهات كثيره مع بعض. هذا الانتشار للفيسرال ليشمانياسيس كمان نفس الشيء في العالم. ليشمانيا برازيليانسيس حكينا، ليشمانيا برازيليانسيس ما عندنا منها، هي اجمالا في امريكا الجنوبيه. لاحظوا الليشمانيا كيف انتشارهم في نحكي امريكا الجنوبيه. هيومن ممكن الريزرفوار انكلودينج دوجز كات انت ايتر اللي هو اكل النمل هياته، سلوث اللي هو الدب الكسلان، ممكن اذر مامالز. الانترميديت هوست الفلوبتوماس، وعندي لوتزيميا ساند فلاي انجكتد وذ ا بايت لالهن زي ما حكينا وين موجوده في امريكا الجنوبيه. الباثولوجي ميوكوكوتينيوس ليشمانياسيس، لاحظوا السبتة هون كيف بتروح لعنا. كومون نيم سبونتيا والاوتا، هذا في المناطق يعني اسمهم بالمنطقة. سيميلر تو كوتينيوس ليشمانياسيس بتبلش ممكن تطيب ل 6 ل 15 شهر. الماني كيسز بتروح للميوكس ريجن ايميديتلي اور تيك اوفر 30 ييرز تو ابير، تصل للمراحل اللي انتم شايفينها. تفوت على النيزل سيستم روت بيوكال ميوكوزا ديجنريشن للكارتليج سوفت تيشو اوف ذا فيس، طبعا ديستروي ابر باليت ريزلت لوس اوف ذا تيث ابيليتي تو ايت بفقدها. اجمالا زي ما انتم شايفين الدمج، ومرات كثير بروح السقف الحلق كلياته مع الاسنان كلياتها.
طبعا ممكن تروح للتراخي واللارينكس. طبعا ديث يوجوالي ديو تو سكندري بكتيريال انفكشن. لاحظوا هون انا عندي السبته رايحه، بكون عندي زي ما انتم شايفين المنظر اللي عندكم. الدياجنوزز ايه ماستيجوت، نفس الشيء كلاتن بنشوف نفس الشيء. عشان وهون طبعا لما اشوف الايه ماستيجوت داخل الميكروفيج عشان اشوف اشيل الليبروسي والتيوبريكولوزس، وخذوا بعين الاعتبار انه انا امريكا الجنوبيه مشهوره في الليبروسي لانه عندهم الارميدولوس، الحيوان الارميدولوس. كمان السيفلس ممكن عشان في هذيك المناطق عندهم عاليه التريتمنت. انتوما بيست دراج ابلايد للليجن، والميوكوكوتينيوس ليجن فيري ريزيستنت للثيرابي للكيموثيرابي. الوانس كيورد بيرسون از اميون، وهذا طبعا اجمالا مع كل الليشمانياسيس. شكرا لكم، وننتقل للديدار في التشابتر الجاي.